احنا مواصلين معاكم صبحيتنا في التوقيت هذي. نمشي بكم tout de suite le point marché. Point marché. فندق الغلة. فندق الغلة. نعملوا بكم دورة في مرشي من مرشيات القيروان. اليوم نمشي بكم كيف ما عودناكم كل نهار سبت للسوق الأسبوعية بمعتمدية الوسطية مع زميلنا عادل فتيتي. صباح النور. صباح الفل. صباح النور مريم. السوق الأسبوعي مباشرة من السوق الأسبوعي بالوسطية. اليوم طقس خفيف على الطقس. طقس الصباح بكري ثم ريح قوية. توا طقس ثم ريح لكن طقس مش شداد يعني طقس سخون تسخن واحد. اليوم مريم الأسعار الخضار والغينات الفلفل 3500، بطاطا 16100، الطماطم 2500، الفول 18100، البصل مريم 15100، السفناري واللفت 15100، الكرنب والبروكلي 16100، المعدنوس وسلق وكلافة 700 مليم، برقان شامي 2500، برقان حلو 2000، التفاح مريم 9 دينارات، البنان بين 9 و10 دينارات. هذا من الاسعار اللي من المفروض تسعرت. من المفروض ثم نوعيه نتاع ثم نوعيه نتاع نتاع التفاح لكن نوعيه من جوده مغايبه تماما 3000 فرنك. دونك معناها عاملين التفاح اللي نقولوا احنا رويال ولا ما نعرفش الحقيقه شنو يسميوه اكزاكتومون اللي عاملين هو فوالا اللي هو معناها حاطينه ب 9500 وب 10000 والبنان يختلف. هو البنان في البنان هو بيدو توا البنان هو نفسه بين 9 و10 و10000. مازالوا معناها رغم اللي رغم معناها رغم التسعيره اللي موجوده نشوفوا فما مخالفات الحقيقه. فما شكون ماشي مع هو بالنسبه لقرار خاصه البنان والتفاح يقول لك احنا خذيناهم بتسعيره معينه على الاقل معناها نكملوا الستوك نتاعنا اللي عندنا وبعد نمشيوا بالتسعيره هذه. تنشوفوا القرارات في هذا الاطار. نكملوا مع الاسعار عادل. بالنسبه للتومس ب 3200، برديان حلو 2000، وبرديان شامي كما قلنا 2500. نمشيوا للحوم الحمراء، لحم العلوش 40 دينار. مريم برشني 38 دينار، هبة بقري 33 دينار زيادة دينار، المخلب 29 دينار، دوارة بين 36 و 40 دينار كالعادة، ورف العدوش 12 دينار. بالنسبة للدجاج 9940، سكالوب 16950. اليوم مع 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 الريح ما ثمش كمية برشا من الأسماك مريم، السردينة بين 3400 و 5600، الشورو 3400 كذلك وبين 3400 و 5600، الوراتة المربية 16800، وراتة بحرية ولكنها جويدة 12800، المرجان الجغالي 13600، مرجان فراك اللي هو صغير 4800، شلبة 8800، تريبي خشينة 14800، يعني كي تقولوا خشينة ماشي حاجة حاجة باهية مريم، عادية معناتها، تريبي جويدة 9800، والغزال 8000 الكعبة. دونك هذوما تقريبا مختلف الاسعار. خلينا نذكروا معاك مشكله الانتصاب خارج السوق الاسبوعيه ما زالت متواصله؟ والله ما زالت متواصله. اليوم تاكيدات البارح تاكيدات من الجهه قال لك لا هي في الباساسيون تاع النيابه الخصوصيه تاع البلديات بعد حل المجالس بعد حل المجالس البلديه يتم التاكيد انه الاسبوع القادم باذن الله سوف يتم اجبار او تطبيق القانون على كافه المخالفين. اليوم بشكل غريب يعني السوق مريم ولا 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 مأوى للسيارات او للشاحنات الخفيفه. دونك ولا باركينج السوق ولا باركينج والانتصاب خارج السوق خارج خارق للعاده الحقيقه. يعني بكيفيه لا 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 معناتها غير غير اليوم اليوم المنتسبين داخل السوق ياكدوا عبر 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 امواج اذاعه الحياه الكام باش يوصلوا صوتهم للمسؤولين المحليين. مالوغوزمون حاجه خارقه للعاده. السوق يولي باركينغ والباركينغ البرا يولي سوق ونعيشوا كيكا في قانون الغاب الى حل الى حدود حل المساله نتاع اللي جيت مجلس البلديه حل المجلس البلديه. نستناو النيابات الخصوصيه وتعيين رؤساء للنيابات الخصوصيه وبعد نشوفوا حتى في الموضوع هذا. احنا سينو كنا راهو مركزين في اسعار الخضر ولا غير الحقيقه ربيعين الزويل هذيك شنو نجم نقول وقت اللي تلقى كيلو لحم وصل ل 40 دينار على مشرف شهر رمضان مثال شكون قدير وقدر وما نجم نقولوا حتى شيء. ان شاء الله ربي يعين الزويلي وهكا نساعدوا رواحنا بشويه بشويه. راهو في الدنيا ذي حد ما يبيت جيعان معناها واحد ديما يقول الحمد لله حتى لين ربي يجريها اعلى صلاح. كانت هذه بوان مارشي. بوان مارشي. فندق الغله.